نروح دلوقتي نرجع للمنصورة ونشوف الأجواء هناك، وعودة إليك محمد جمال. بالفعل سمر، لا أزال متواجد معكم داخل مدينة المنصورة وتحديدا في شارع كلية الآداب، ومعي الآن السيد الأستاذ الدكتور كمال جاد شربين محافظ الدقهلية. معالي المحافظ، أهلا وسهلا بك على شاشة تنتمي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. بداية سيادة المحافظ، ما الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة استعدادا لهذا العرس الانتخابي؟ الحقيقة احنا بدأنا من فترة بالاستعداد. أولا طبعا المقار الانتخابية كلها تبقى جاهزة من حيث التأمين، من حيث راحة المواطنين، توفير كراسي للمواطنين جوه، التأكد من دورات صلاحية دورات المياه، الإضاءة، وجود أكتر من مصدر للكهرباء عشان في حالة انقطاع الكهرباء، كل وسائل المواصلات كمان اتفقنا الحقيقة. وهنا المجتمع المدني في محافظة الدهلية وفي المنصورة بالذات الحقيقة مجتمع عطاء، في ناس كتير جدا جابت سيارات واتوبيسات لنقل المواطنين، واحنا استعدينا الحقيقه استعداد كامل للاستقبال، لان احنا عندنا عدد الناخبين عدد كبير جدا يتعدى ال 4 مليون وربع، فاحنا عندنا اكثر من 4 مليون ناخب لازم نستعد لنقلهم والتصويت ليهم بيسر ان شاء الله خلال الثلاث ايام القادمه. معالي المحافظ، تأتي محافظة الدقهلية في المركز الرابع على مستوى الجمهورية من ناحية الكتلة التصويتية بواقع 4,250,000 ناخب، كيف ترى أهمية المشاركة في هذا العرس في الاستفتاء على هذا الدستور؟ طبعا خروج الشعب المصري لإدلاء بصوته في الاستفتاءات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهم جدا، لأن هو رسالة ليست فقط لاختيار دستورنا بنفسنا، ولكن هي رسالة للعالم كله أنه صاحب القرار الأول والأخير هو الشعب المصري اللي بينزل بيعبر عن نفسه. وإحنا شايفين النهاردة الحمد لله يعني بالمرور على بعض اللجان المواطنين متواجدين، السيدة المصرية متواجدة، الشعب المصري كله النهاردة احنا نحن في فرح لنعبر للعالم ان احنا موجودين واحنا هنختار ما يناسبنا كشعب مصري. معالي المحافظ، بخصوص التواصل ما بين الاجهزه المختلفه للخروج بهذا العرس الديمقراطي بابهى صوره، هناك غرفه عمليات مدشنه بديوان عام محافظه الدقهليه لمتابعه عمليه الاستفتاء على الدستور، ما الدور الذي تقوم به هذه الغرفه؟ في غرفة عمليات، ويمكن من الصباح الباكر أنا رحت غرفة العمليات وإحنا متابعين عشان نطلع بأول بأول على المشاكل اللي موجودة في اللجان وحلها فورا. يعني إحنا الصبح الحقيقة لقينا في بعض اللجان ما فيهاش تأخر عدد من القضاة، الحمد لله النهاردة وصلنا يمكن لكل معظم اللجان، يمكن ما عدا ثلاث لجان هم اللي لسه ما وصلتش للقضاة ليهم لغاية الساعة 9:30، لكن إحنا بنسبة 99.5% كل اللجان دلوقتي شغالة ومنتظمة. فالدور غرفة العمليات هي المتابعة وحل المشاكل أولا بأول، سواء كانت خاصة بالتأمين أو بالسير العملية الانتخابية عامة. شكرا جزيلا السيد الأستاذ الدكتور كمال جاد شربين محافظ الدقهلية، كنت ضيفي من هنا من شارع كلية الآداب بمدينة المنصورة، شكرا جزيلا لك، وتستمر عملية الاستفتاء على الدستور في محافظة من أكبر المحافظات من ناحية الكتلة التصويتية على مستوى الجمهورية بواقع 4,250,000 ناخب في محافظة الدقهلية من إجمالية عدد سكان المحافظة. إليك سمر. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد جمال، وبنشكر كمان سيادة المحافظ دكتور كمال شربين محافظ الدقهلية. وزي ما محمد قال لنا، محافظة من المحافظات الكبيرة اللي فيها عدد ناخبين كتير جدا.